السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كاع غايه، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح. مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بكم في فيديو جديد ومع منتج جديد. اذا كان عندكم اذا كنتوا يعجبكم المحتوى تاعي، اذا كانت تعجبكم القناه تاعي والفيديوهات تاعي، ما تنساوش تخلوا لي اشتراك في القناه باش يوصلكم كاع جديد تاع القناه تاعي. اذا بغيتوا منتجات اخرى ولا ريفيوهات اخرين على منتجات اخرى ولا تجربتي الشخصيه ولا روتيناتي، معليش تخلوا لي اقتراحاتكم في صندوق التعليقات، وان شاء الله يا ربي غادي يكون عند حسن الظن تاعكم. اليوم جبت لكم الماسك الاسود، يعني قطع القناع قناع الفحم. كاين بزاف بزاف ماركات قناع الفحم. انا جبت لكم هذا المتوفر عندي اللي هو اي سيما. عندنا قناع الفحم. بالنسبه للفحم كما راكم تعرفوا، الفحم غني 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 بزاف بالفيتامينات اللي تفيد البشره، تفيد الشعر، تفيد الجسم. بزاف اللي يشربوه، بزاف اللي يديروه ماسك، يديروه قناع، يشربوه دواء. المهم راكم تعرفوا كيما خصوصا للبشره، يبيض البشره، يدير شد، يدير توحد للبشره، يدير لمعان للبشره، ينحي الرؤوس السوداء، يجيب الاثار الحبوب، الرؤوس البيضاء. المهم راكم تعرفوا بزاف الفوائد تاعه الفحم. بالنسبه باش تدي الفائدة تاعه، على بالي بلي معظم البنات يروحوا يشرو هكا قناع فحم واجد. بالنسبة لهذا كي معاك يدير 60,000 60,000 دينار جزائري. كما كتشوفوا السعر تاعه عادي في المتناول الجميع، مشي غالي بزاف بزاف، ثاني مشي رخيص بزاف بزاف. تيا على حسب دراهمك وعلى حسب البلاصة اللي كتشري منها. بالنسبة لهذا الماسك تقضيه ديريه كاع طبقة سميكة على وجهك، وبعد كينا تقليه تقليه، يعطيك هكا يقلع لك يعني الوابر من هذا. صراحة ما يقلعش كاع الوابر من الوجه تاعك، من البشرة يقولوا يقلع الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء. مهم يوحد له البشرة ويدير شد. صراحة البنات هذا الماسك ما يديرش كهذا الصوالح، هو سيفي يقلع الرؤوس السوداء، يعطيك رطوبة خيالية للجسم. لا كنتي تحوسي على الرطوبة والرؤوس السوداء، يعني استخدميها رائع، يعني كي قشر لك هكا ديك الطبقة الفوقانية هكا تاع الجسم تاع الوجه تاعك، غادي تحسي برطوبة، تحسي بلمعان للبشرة تاعك. اللي هو ماسك عادي، إذا كنتي من الناس اللي متبغيش الوصفات الطبيعية ولا تعجزي باش ديريهم، تقدري تشريه، تقدري تستعمليه عادي نورمال. ماشي بحالك حاجه اللي بحال خطيره على الوجه ولا. بصح فيها عيب واحد اللي هو ما فيهش يعني مواد تاعها طبيعيه 100%، يعني فيه الصمغ، الكولا، فيه المهم فيه بزاف الصوالح اللي هي كيميائيه ومشي مليحه للبشره تاعنا. باش تدي باش تدي نتيجه افضل، انا ننصحك ديريه طبيعيا. هذا الماسك هو نفسه عندك 30,000. بالنسبه لي انايا تروحي تشري كبسولات الفحم من عند لافارماسي، من عند الصيدليه، كبسولات الفحم ب 30,000. تصيبي غادي يعطيك فيها بزاف، بالك اكثر من هذا كاع، تشد لك اكثر من هذا. تشري معك ثاني من عند اللي يبيعوا الكاطو ولا من عند اليمونطاسيون، تشري الاخر الجيلاتين، يعني كيما تبغي 10,000 20,000 30,000. انا بالنسبه ليا 10,000 تشد لي حتى ل 6 موا، حتى ل 7 موا تستخدميه. عندك تقضي هذيك الجيلاتين ديريها في الحليب ولا ديريها في الماء تذوبيها، وتزيدي لها الفحم وديريها على وجهك، غادي يقلع لك الوابر من الجذور، غادي يدير لك لمعه البشره، غادي يدير لك رطوبه البشره، وغادي يدير لك توحيد للبشره، يدير لك شد. مهم تدي كاع هذا المنافع بلا ما تظلي تشري في المواد الكيميائيه.